نتعرف على طريقة وكيفية تفعيل وحماية التعليقات على تطبيقكم تيك توك. قم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الملف الشخصي، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات والخصوصية، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الخصوصيات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على التعليقات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على وضع حماية التعليقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على وضع حماية التعليقات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على حفظ. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.